مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من مواضيع في السياسه الكنديه. حنتكلم اليوم في الحلقه الثانيه، حنكمل اللي بداناه في الحلقه الاولى الاسبوع الماضي عن الحزب المحافظين الكندي. حزب المحافظين الكندي من اكبر الاحزاب الموجوده في كندا، او يعتبر اللاعب الرئيسي هو والحزب الليبرالي على الحكومه. هم كانوا دائما بتراود الحكم بين الحزبين. في أحزاب ثانية أكيد قوية، لكن هو يعتبر من أكبر الأحزاب. تكلمنا كثير عن التاريخ تبعه، كان بجعبتنا الكثير في الحلقة الماضية، ولكن لم نستطع إكمال الموضوع لأنه هو أجين من الأحزاب الكبيرة، وزي ما حكينا عنده في إن شاء الله انتخابات رئاسة الحزب حتكون قريبا، فأكيد حابين نعرف أكثر عشان نشوف كيف إحنا ممكن نكون مؤثرين وداعمين أو عارفين شو اللي بيصير في هذا الحزب عشان نعرف كيف استراتيجياته ونبني عليها أيضا خططنا الاستراتيجية. أنا والأستاذ محمد اليوم زي دائما بنحب نرحب فيكم على قناة كنار تي في، قناتكو اللي هي يور فويس الأول، وإن شاء الله يكون الأفضل. نتمنى أنكم تكون في هاي الحلقة لكم الكثير وتستفيدوا الكثير. أستاذ محمد، إذا بتحب تعرفنا بالضيوف. أنا طبعا بيشرفني أن أعرف بالأستاذ حسن غية، لاعب من اللاعبين العرب السياسيين في كندا، وهو ضيف دائم ومرحب به دائما ويشرفنا دائما. أهلا أستاذ حسن. أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين والمستمعين. وإن شاء الله يكون الدكتور نور يعني انضم لنا في هذا اللقاء، فنرحب أيضا بالدكتور نور القادري في لقائنا، وهو ضيف عزيز علينا ودائما يشرفنا. إن شاء الله بمجرد أن ينضم لنا سيكون معنا قريبا. إن شاء الله إن شاء الله. طيب، إحنا نستأنف ونعود إلى حوارنا. اللقاء الماضي أستاذ حسن كان لقاء حيوي، وكان فيه حركة يعني عالية ونشاط يعني كبير، وكان فيه زخم من المعلومات مهم جدا. انتهينا إلى أفكار الحزب ومواقفه الداخلية من الجوانب المختلفة والقطاعات المختلفة. فلو أردنا أن نبدأ من حيث انتهينا ونلخص هذه الأفكار والمواقف من القطاعات المختلفة، مثلا قطاع التعليم، السياسة الخارجية، الهجرة والمهاجرين، الاقتصاد، العلاقة مع أمريكا، العلاقة الخارجية مع أمريكا، المؤسسات غير الربحية، وهذه الأمور اللي شكلت في لحظة من اللحظات إشارات استفهام ومنعطفات وبجوز فروقات بينه وبين الحزب الليبرالي المنافس والمنافس المقابل له. فكيف ممكن نلخص هذه الرؤى في هذه الاتجاهات؟ تلخيص. أولا، أنا شاهدت أحد المستمعين الأعزاء طلب أن نعطي تلخيصا عن الدورة الأولى، الأخ حسام صلاح الدين. السلام عليكم أخونا حسام. الخلاصة، عن ليس بإمكاننا نلخص كل الحلقة وإلا سنردد ما قلناه الأسبوع الماضي، ولكن بشكل عام تحدثنا عن تاريخ الحزب، وكان أنه من أوائل من الأحزاب الأولى التي أسست في كندا، وتناوب على حكم كندا منذ أن تأسست كندا وحتى قبل أن تكون مستقلة عن بريطانيا. تناوب هذا الحزب مع الحزب الليبرالي على السلطة. الحزب مر بمخاضات كثيرة وتغير اسمه عدة مرات، ومن كان مهتما بالتفاصيل بإمكانه أن يعود إلى الإنترنت، هنالك معلومات كثيرة في الإنترنت وفي غيرها بإمكانه أن يعرف التفاصيل. ولكن بشكل عام في العصر الحديث حكم الحزب فترتين تقريبا،
فترة موروني، وكان إلى حد ما بإمكاني أن نقول أنه كان حكما وسطيا بالوسط. طبعا الحزب، حزب المحافظين هو حزب يميني، ولكن داخل الحزب حزب المحافظين هنالك تيارات، تيارات تميل بعض الشيء إلى يمين اليمين وأخرى إلى يسار اليمين. براين موروني كان إلى حد ما إلى يسار اليمين وجذب الحزب تقريبا إلى الوسط، بينما أتى وحكم دورتين. ستيفن هاربر أتى بعد ذلك وكان حزبا مال بالحزب إلى اليمين أكثر من موروني، ولكن هذا هنالك دلالة، سبب تاريخي لهذا أيضا، أن موروني عندما كان رئيسا للوزراء كان رئيس الحزب الذي كان يسمى وقتها الحزب الديمقراطي المحافظ، وهذا الحزب تم منافسته من قبل مجموعات يمينية في شرق في غرب كندا، وأسست أحزابا يمينية، ومن ثم تم دمج الحزب التقدمي المحافظ الذي كان الذي ترأسه موروني، ولكن الاندماج كان بعد موروني، مع حزب التحالف من أجل كندا الذي هو أليونس كنديان أو كنديان ألاينس الذي كان أكثر إلى اليمين، وهذا ما أخذ بالحزب المحافظ الذي نعرفه الآن أخذه باتجاه اليمين. إذن هذا بشكل عام ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي أخي العزيز، وإما بإمكانك إن كنت تريد تفاصيلا أكثر بإمكانك أن تراسلنا على الخاص، أو بإمكانك أن تبحث عن هذه المعلومات على الإنترنت. اسمح لي أستاذ حسن، نعم. أولا أرحب بحسام، حسام صلاح الدين، لأنه صديق عزيز قديم، فهو يشاركنا، فمن واجب الصداقة والأخوة أن أرحب فيه. الأمر الآخر، نعود إلى الملخص ونطلب من الأصدقاء اللي حابين يرجعوا للحلقة السابقة ممكن يرجعوا للحلقة السابقة، نحطها في اللينك. ممتاز، وحنحطها في اللينك الآن، وفيها معلومات كثيرة، الملخص لا يكفي، فيها نقاشات رائعة من ضيوفنا وضيوف مختصين وتكلموا بحيادية وأكاديمية، فنستأنف مع رأي الحزب ومواقفه من القطاعات المختلفة. شكرا جميلا، شكرا جزيلا، وهذه فكرة جيدة جدا. يعني بالنسبة لأفكار الحزب، كما قلنا بما أنه حزب يميني سياساته وعقيدته تميل إلى اليمين. مثلا بالنسبة للسياسة الخارجية، بإمكاننا أن نقول بشكل عام أنه صورة طبق الأصل عن السياسة الأمريكية، ودائما يصارع في البرلمان الكندي، يهاجم الحكومات التي عندما يكون الليبراليون في الحكومة يهاجم الليبراليين، لماذا لا يوافقون على سياسة كذا وسياسة كذا في الأمريكية. مثلا على سبيل المثال، عندما قررت الولايات المتحدة أن تذهب للحرب في العراق، كندا كان على رأسها وقتها الحزب الليبرالي بزعامة كريتيان، جون كريتيان، ورفضت الدخول في الحرب، وكان الحزب المحافظ يدعو إلى الدخول في الحرب. هذا مثل من أمثلة عديدة. مثلا في المرحلة الأخيرة عندما قرر ترامب أن ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الحكومة الكندية تريثت ولم تقبل بهذا الموقف، بينما حزب المحافظين كان يضغط على الحكومة الكندية بأن تنقل السفارة الكندية من تل أبيب إلى القدس. يعني هذا في أمثلة عديدة من هذا الموضوع، أن الحزب المحافظ يميل أكثر إلى اليمين، ويميل إلى أن تكون السياسة الكندية متسقة متناسقة تماما مع السياسة الأمريكية. ولكن عندما كان فيما مضى، عندما كان موروني رئيسا أو رئيس وزراء من قبل الحزب المحافظ أو على الأقل التقدم المحافظ، كان هو من أول الداعمين ومن أول الداعين لعزل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهو موروني هو الذي أقنع ريغان بالالتحاق بحملة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري.
يعني الأحزاب بالإمكان تغيير سياسات الأحزاب، بعض الأحيان بصعوبة، ولكن هذا ليس بالأمر المستحيل. أما اليوم الحزب يقف في اليمين. من ناحية السياسات الداخلية، يميل هذا الحزب إلى دولة صغيرة، يعني مثلا الحزب الديمقراطي الجديد مثلا الـ NDP يدعو إلى العدالة الاجتماعية، ويدعو إلى أن يكون للدولة دور كبير في البرامج الاجتماعية. الحزب الليبرالي ما بين الديمقراطي الجديد والمحافظ، بينما المحافظين حزب المحافظين يريدون أن يقلصوا دور الحكومة، أن الحكومة لا دخل لها في المسائل الاجتماعية، أن الحكومة لا دخل لها في العمل الاقتصادي، الحكومة هي فقط لتحكم، وإذا يريدون حكومة مصغرة. هذا من الناحية الاقتصادية. هنالك كذلك في الحزب المحافظ هنالك تقريبا جناحان بشكل عام، جناح الذي يسمونه المحافظون الاقتصاديون، وهنالك المحافظون الاجتماعيون. لا يعني أن قد يكون العضو في نفس الوقت محافظا اجتماعيا وقد يكون ومحافظا اقتصاديا، وقد يكون أحد الاثنين. مثلا المحافظ الاجتماعي، مثلا نعرف أن هنالك نقاشا كبيرا في الساحة الكندية حول زواج المثليين، مثلا هنالك حول حق المرأة بالإجهاض. حزب المحافظين بشكل عام كان يعارض هذه السياسة، سيادة زواج المثليين وحق الإجهاض، ولكن وجدوا أنه شعبيا أن هذه التجارة ليست تجارة رابحة، فأصبح هنالك بعض الأصوات داخل الحزب المحافظ تريد التخلص إلى حد ما من تبعات هذه الأيديولوجية، واتهموا أن أندرو شير الذي كان رئيسا للحزب والذي خاض الانتخابات وخسر رئاسة الوزراء، مع أنه حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين من الليبراليين، وضعوا على كثيرون من المحافظين وضعوا على عاتقه المسؤولية الخسارة بسبب المحافظة الاجتماعية، لدرجة أن أحد المرشحين لزعامة الحزب الآن بيتر ماكين قال أنه إذا فاز في الحزب لا مكان للمحافظين الاجتماعيين داخل الحزب، وهذا نقلة كبيرة داخل حزب المحافظين، وقد تسبب له خسارة الكثير من الأصوات داخل حزبه. أما بالنسبة للتربية، لا أتصور أنه لهم موقف مؤثر كثيرا، لسبب بسيط أنه تقاسم السلطات ضمن الدستور الكندي، التربية هي من ضمن مسؤوليات المحافظات المقاطعات، يعني أونتاريو كيبيك كذا، وبالتالي حزب المحافظين لا دخل له كثيرا في هذا. معلش أسأل هنا أستاذ حسن سؤال إذا سمحت لي، لأنه بتتكلم إحنا عن الموضوع التعليم، بذكر أنه كان في أيام المقاطعة والانتخابات البروفنس في أونتاريو كان في ضجة، وخاصة من البعض على موضوع السكس إديوكيشن على كاتلين لما كانت هي رئيس الحكومة، ويعني ربما كان هذا من بعض العوامل التي أثرت على كاتلين. طبعا يعني نرحب بالدكتور نور قادري وانضم لنا الآن، فيا أهلا ويا سهلا بك دكتور نور. أسعد الله مساءكم جميعا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بالدكتور نور. أهلا وسهلا نور، اسم طيب. على مسمى صحيح. اوكي فيعني هذا الضجيج اللي كان موجود انتهى الامر بفوز دوغ فورد، ليس بالضروره من اجل هذا الموضوع، ولكن كان في خلافات وقضايا كثيره على كاتلين في ذلك الوقت. فاز بعدها دوغ فورد في الانتخابات. هل حكومه المحافظين غيرت شيء من موضوع السكس اديوكيشن، ونحن نتحدث عن موضوع المحافظين الاجتماعيين بإنجاز التعبير داخل الحزب، هل غير شيء من هذا المنهج؟ أقول لك بصراحة، رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. لست على اطلاع كبير بما يجري في أونتاريو بالنسبة لسياسة المقاطعة، ربما أخي العزيز دكتور نور عنده معلومات أكثر عن السياسة الداخلية في أونتاريو. خاصة أنه هو مقيم في أونتاريو.
ولكن الذي أقوله الخطأ الغلط اللغط التي يدور دائما حتى دار هنا في كيبيك. نعم. عند الانتخابات الفيدرالية كثيرون من أبناء الجالية يخلطون الأمور. يعني مسألة التربية، وهذا أحد أهداف برنامجنا هذا، هو تسليط الأضواء على ما هي على ماهية السياسة الكندية، ليعرف المواطن أو الناخب عندما يذهب الانتخابات على ماذا يصوت ولماذا يصوت ولمن يصوت. مسألة التربية الجنسية كما نقول هي من صلاحية المقاطعة. عندما يأتي أحد الناخبين من العرب أو غير العرب ويريد أن يحاسب المرشحين الفيدراليين على موضوع برنامج التربية الجنسية التي هي ليست من اختصاصهم، هذا يضر أكثر مما ينفع. هو الحقيقة للتصويب، هو الحقيقة كان الجدل في وقت انتخابات المقاطعة وليس الانتخابات الفيدرالية، كان في وقت النقاش والمفاضلة بين كاتلين والآخرين، وكان الحديث عن المقاطعة وليس عن الفيدرال. لا، المقاطعة هذا الأمر جيد وهذا هو الميدان الصحيح، ولكن نعم. أنا من تجربتي الخاصة عندما كنت مرشحا للانتخابات الداخلية داخل الحزب الليبرالي الفيدرالي، كان الكثيرين من إخوتنا العرب والمسلمين يحاجونني ويجادلون عن موضوع التربية الجنسية، وأنه لأن الحزب الليبرالي الكيبيكي كان قدم مشروعا مشابها لمشروع داكفورد، عن لمشروع كاتلين في 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 أونتاريو. وشاب شعري، انظر كم هو شعري شايب الآن، شاب شعري وأنا أشرح لهم يا جماعة الخير لا ضعوا الأمور في نصابها، نحن نتحدث عن الانتخابات الفيدرالية التي على الحزب الليبرالي الكندي غير الحزب الليبرالي الكيبيكي. نعم. ولهذا أقول أنا أن هذا البرنامج له أهمية كبيرة جدا بتفصيل الأمور حتى يعرف الناس ما هي صلاحية أي كل إنسان في الانتخابات من مرشح ومن منتخب. طيب حسن، يبدو أن أونتاريو كانت أقل بلاء من كيبك، ولذلك شعر دكتور نور ما زال أسودا لأنه لم يكن مرشحا، لأنه لم يكن مرشحا أو أنه لم يترشح في كيبك. هو بدأ المسيرة ولكن عرف على قبل. إلا إذا كان الصبغة تختلف. دكتور نور، أسعفنا بموضوع أونتاريو، هل تم تعديل السكس إدوكيشن في التعليم؟ نعم، يعني هذا الموضوع كان موضوع انتخابي بحت، أو جرانيا ألن أحد المرشحات لزعامة حزب المحافظين، والتي كانت أصواتها القش التي قسمت ظهر البعير وأعطت الزعامة لدوك فورد بدلا من كريستين إليوت في اللحظات الحرجة، لم تتمكن من إكمال مسيرتها داخل حزب المحافظين في أونتاريو، لأن دوك فورد اضطر أن ينسحب منها وأن يخرجها خارج الحزب وتصبح غير مرشحة لعدة أسباب، أهمها اتهامها بأشياء عنصرية وما إلى ذلك. دوك فورد وحكومته حاولوا تعديل السكس إدوكيشن بروجرام، قالوا أنهم سيعودون إلى أيام مايكل هاريس وبالعودة 20 سنة إلى الوراء، ولكنهم فيما بعد بحثوا في هذا المضمار ووضعوا مشروعا جديدا. معظم الخبراء يقولون أن مشروع دوك فورد بالنسبة للسكس إدوكيشن لم يكن يفرق كثيرا عن الحزب الليبرالي الكندي، وهذا في السياسة يبدو دائما مشروعا. هنالك العديد من السياسيين الذين يضعون نصب أعينهم عدة أمور يطرحونها وقت الانتخابات، ووقت يربحون الحكومة وقت التنفيذ يتراجعون عن هذه السمة موجودة في السياسة.
دكتور نور، قبل العودة قليلا إلى ما قاله أخي حسن، برنامجك دكتور جمال وأخي محمد هو مهم جدا، لأن أبناء الجالية العربية لا يعرفون أو لا يميزون بين الأحزاب الفيدرالية والأحزاب أحزاب المقاطعات من جهة ثانية لا يميزون من مشاريع أو البرامج التي تعنى بها البلديات أو المقاطعات أو الفيدرالية، يخلطون الأمر. في العام 2007 كنت مرشح وذهبت إلى أحد المساجد، فجاءني أحد الحاضرين هنالك وسألني سؤال أخيرا، أنت عن أي حزب مرشح؟ قلت له عن الحزب الليبرالي. ذلك الشخص عنده إجازة في الهندسة الميكانيكية وكان ينهي شهادة ماجستير في إدارة المشاريع. جوابه لي كان: نحن مسلمون والمسلمون محافظون والمحافظون كونزيرفاتيف، فنحن ندعم الكونزيرفاتيف فلا ندعمك. في هذه الترجمة الحرفية، ولم يكن شخصا أميا، كان شخصا على درجة ماجستير. فنحن بحاجة إلى أن نسعى جاهدين إلى أن نرفع من سوية أبناء الجالية وعلمهم بالموضوع السياسي. دكتور نور، إحنا مع الأستاذ المهندس حسن كنا عم نعمل زي تلخيص للحلقة الماضية ونحكي عن تفاصيل السياسة تبعت الحزب بشكل عام عشان ندخل في أسئلة الحلقة هاي. ضل عندنا موضوع الهجرة والمهاجرين، لو تحكي لنا سريعا إيش نظرة الحزب المحافظين بالنسبة للهجرة والمهاجرين؟ كل الحكومات في كندا منذ أكثر من 100 عام، المحافظين أو الليبرال، وفي بعض الأحيان عندما يكون هناك حكومة أقلية كان السوشيال كريديت أو الاندي بي عندهم ما يسمى البالانس أوف باور، أو يقدرون أن يلوون ذراع الحكومة. في كل الحقبات كندا كانت تحاول أن تستقبل على الورق ما مجموعه 1% من عدد سكانها، ففي أرقام اليوم حدود 370 ألف نسمة كمهاجرين جدد إلى كندا سنويا. فيما كانوا يضعون هذه الأرقام على الورق كان وزارة الهجرة دائما على نقص عددي بالنسبة للعاملين في ذلك الجهاز، وكانت في أقصى الأحوال يستقبلون بحدود 250 مهاجر جديد، كان جزء كبير منهم من اللاجئين. يعني كانت كندا تحاول أن تستقطب 350 ألف نسمة من المهاجرين، كنا نصل إلى 250 ألف، بينهم 60 أو 70 ألف من اللاجئين من دول عديدة. عندما جاء جيسون كيني كوزير للهجرة مع حزب المحافظين، حاول أن يغير من ماهية الأعداد المهاجرين ونوعية المهاجرين، وكنا قد رأينا بعض المرشحين للحزب لحزب المحافظين لقيادة حزب المحافظين في المرة الماضية يتكلمون عن موضوع الهجرة بانسياب ويقولون أن علينا أن لا نستقبل الكثير من اللاجئين وأن نغير وجهة الدول التي نستقبل منها لاجئين، فمثلا بدل العراق وأفغانستان وألبانيا يمكن أن نأخذ من الفلبين وكوريا. هذه كانت تطرح في مناظرات الحزب المحافظين بين المترشحين إلى زعامة الحزب. كنا لاحظنا عندما كان كريس ألكسندر وزيراً للهجرة، وهو كان أحد المرشحين في العام 2017 لقيادة حزب المحافظين،
لم كان الطرح دائما أننا علينا أن نأتي بمهاجرين من ذوي اختصاصات عالية، جامعيين، إيكونوميك كلاس أو المتمولين الذين سيأتون، فكانوا دائما مشروعهم غير لا يأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية واللجوء، وأن كندا هي متعدد الثقافات ويمكننا أن نأتي بالجميع من كل حد وصل. جيسون كيني في خلال ممارسته للوزارة كان هو الأكثر، مع أني أختلف مع الكثير من سياساته، كان أكثر الوزراء بالنسبة لحزب المحافظين الذين كان عندهم مشروع ما يسمى بالملتيكالتشرال والإتيان بمهاجرين من جميع الدول. واضح. طيب اليوم على فكرة جيسون كيني كان من أكثر المحافظين اختراقا للجاليات الأقليات، يعني مثلا الجالية الإسلامية قبل جيسون كيني وبعد جيسون كيني دائما كانت مع الحزب الليبرالي. في أيام جيسون كيني استطاع أن يبني علاقات مع الكثيرين من أبناء الجالية ويحاول أن يبني جسور علاقات معهم، ولكن نرى أن هذه الجسور الآن هدمت. هذه النقطة جيدة ومميزة. عندما كنت مديرا عاما للعلاقات الاستراتيجية في الحزب الليبرالي الكندي في العام 2008 كنت ظل جيسون كيني، كان هو الوزير في ذلك الحين، كنت ألتقي به 3 أو 4 مرات في اليوم، يوما عند البنغلاديشيين وفي لحظة أخرى عند الخمر وفي لحظة أخرى عند الصينيين وفي لحظة أخرى كان عند الجميع. الشخص الذي حاول اتباع منهجه في ترشح لزعامة حزب المحافظين في مقاطعة أونتاريو كان باتريك براون، وكان قد نجح في نفس السياق وحصل على زعامة حزب المحافظين، مع أن 54 نائب وحالي وسابق من حزب المحافظين كانوا ضده على العلن، لكنه استعمل الصوت الإثني بامتياز وقدر أن يتواصل وأن ينجح. يعطيك مثل سأعطيك مثل شخصي كذلك، مثلا تحدث عن أمثلة شخصية. أنا عندي ميدالية الملكة إليزابيث في اليوبيل، الملكة إليزابيث الذي أعطاني الميدالية هو جيسون كيني. يعني طبعا لم يكن هو شخصيا يعني، ولكن في عهد جيسون كيني، لم يكن في عهد الليبراليين، في عهد جيسون كيني. أنا حاول أن أبني علاقات مع الجميع. نعم، أريد توضيح سريع بس من الدكتور نور في موضوع المؤسسات غير الربحية. طبعا إحنا لاحظنا بعد فوز المحافظين في أونتاريو بدأ كثير من المؤسسات غير الربحية تخاف على نفسها وتتفقد خزائنها والدعم الحكومي لها، فهذه المخاوف في مكانها في محلها أم ليست في محلها نظرة حزب المحافظين في التقشف؟ لو سمحت لنا سريعا حتى ننتقل للنقاط الثانية سريعا. الموضوع ليس تقشفا بل هو استنسابا. نحن في الاتحاد العربي الكندي مثلا كان في عندنا دعوة بين وبين جيسون كيني. جيسون كيني عندما كان وزيرا للهجرة قطع التمويل عن حزب الاتحاد عن الاتحاد العربي الكندي، عن البيت الفلسطيني، عن مؤسسة كايروس الكنسية التي لديها مشاريع كثيرة في فلسطين، وذهب ليتبجح أمام الكنيسة الإسرائيلية ليقول نحن قطعنا التمويل عن كل المؤسسات التي تعاني إسرائيل. هذا سيبقى هذا أحد الخطوط الذي يطرحه حزب المحافظين، لن نرى تغيرا كثيرا في هذا السياق. قد يكون هنالك اختلاف في المقاطعة. في مقاطعة أونتاريو مثلا
كان قطع هذه العلاقات ليس كان استنسابيا ليتماشى مع سياسات حزب المحافظين، لم يطرحوا أمور تعنى بالشؤون الخارجية، لكنهم مثلا يتطلعون إلى أمور تعنى بأمور الإجهاض والسيم سكس وما إلى ذلك. وحتى نكون منصفين، معظم الأحزاب تكون في نفس السياق. فمثلا على المستوى الفيدرالي رئيس الحكومة سيد جوستان ترودو كان قد أعلن أنه سيمنع تمر سبورت بروجرام اللي هي توظف الجمعيات الغير ربحية التي توظف الشباب أثناء الصيف، كان قد منعهم عن المؤسسات التي مثلا لا تدعم الإجهاض أو التي لا تدعم سيم سكس مارش، وهذا هو رئيس الوزراء الحالي جوستان ترودو. فكل الأحزاب لديها استنسابات في موضوع التمويل. طب احنا بدنا ننتقل، طبعا انا بس حابب احكي لجميع المشاهدين انه سلسلة الحلقات هاي راح تكون لكل الاحزاب الاساسية في كندا. الاحزاب في احزاب كثيرة في كندا، بس اللي موجودة في او الاساسية اللي موجودة في البرلمان الفيدرالي حنتكلم عنها. الاسئلة حتكون تقريبا نفس الاسئلة، فلا تتوقعوا انه احنا مغوزين مع حزب ضد حزب، لا، حنحكي عن نفس الامور بنفس التوجهات للجميع. احنا هدفنا زي ما حكى الدكتور نور والمهندس حسن انه نعطي زي توعية للمواطن، نعرفه بالسياسة الكندية، يكون عارف وين رايح وين جاي، يكون معاه المصباح والمفتاح وهو يفتح الباب على الحزب اللي بده اياه. السؤال اللي بيطرح نفسه واللي يمكن كثير عم بيسالوا عنه، موقف الحزب او حزب المحافظين من القضايا العربيه الخارجيه والعلاقه مع العرب بشكل عام خارج كندا. طبعا السؤال لي ولا للدكتور؟ تفضل مهندس حسن، تفضل. أوكي. كما قلنا أن الحزب المحافظ بشكل عام بالسياسة الخارجية يريد أن يكون نسخة، يريد أن تكون السياسة الخارجية الكندية نسخة تبقى الأصل عن السياسة الخارجية الأمريكية، وخاصة في موضوع الشرق الأوسط. يعني مثلا تأييده لإسرائيل تأييد بدون أي جدال أو أي نقاش. طبعا يتحدثون عن حل الدولتين، ولكن نرى أن دعمهم لإسرائيل دعم غير مشروط، وكذلك قضية، قد يقول أحد الناس أن موقفهم كموقف الليبراليين بالنسبة لقضية حل الدولتين، ولكنهم إضافة على هذا مثلا قضية نقل السفارة من تل أبيب، السفارة الكندية من تل أبيب إلى القدس. للأمانة التاريخية أن هذا المشروع عرض عام 1979 عندما كان جو كلارك مرشحا لرئاسة الحكومة وفاز برئاسة الحكومة، ولكن بحكومة أقلية، ولم يستمر بالسلطة أكثر من أو 9 أشهر. وبالتالي وعرف أن هذه التجارة ليست رابحة في تلك الفترة التي كان فيها العالم العربي لا يزال إلى حد ما واقفا على رجليه. أما الآن عندما نرى كل ما يحصل في العالم العربي، أصبح هذا الذي يحصل، الحالة العربية في العالم العربي تشجع كل من تسول له نفسه بمعاداة المصالح العربية، يرى أنه لأنه بإمكانه أن يفعل ذلك بدون أن يدفع أي ثمن، وخاصة المحافظين يقومون بهذا، يطرحون نقل السفارة مثلا، بينما الحزب الليبرالي يقول لا، نتريث نقل السفارة غير مهم الآن ولسنا بصدده. مثلا عندما أتى ترامب بمشروع، المشروع الذي سماه مشروع القرن، المحافظون أيدوه، الليبراليون لم يؤيدوه، ولكنه على حد علمي، والدكتور نور ممكن يصحح لي إذا أخطأت، لم يعارضوه، يعني فقط سكتوا عن الموضوع. خلاصة الحديث الذي أتصور عنه، خلاصة الحديث أن بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط للأسف، ونقولها ونحن نتحدث فيما بيننا،
للأسف أن الموضوع ليست موضوع الحزب المحافظ ولا الموضوع الحزب الليبرالي، الموضوع هو موضوع الأنظمة العربية نفسها وقوة الجالية هنا كذلك لا تشجع من أراد أن يقف معنا. حالتنا هنا كجالية وحالة الأنظمة العربية هناك لا تشجع من يريد أن يقف معنا للأسف. طيب اسمح لي دكتور نور بسؤال، يعني نحن العرب يعني يقال أننا كثيرا ما نصطحب مشاكلنا معنا في أي دولة نحل فيها، هل هذه المواقف بين حزب المحافظين والدول العربية انسحب داخليا على الجالية العربية والمجتمع العربي؟ هل نحن باستحابنا لما عشنا به من سياسات ومن أحوال في دولنا العربية، هل استدعى علاقة معينة معنا بيننا وبين المحافظين في كندا، أم هي سياسة للمحافظين في تعامل معين مع المجتمع العربي في كندا؟ وهل هناك فعلا سياسة خاصة لحزب المحافظين في تعامله مع المجتمع العربي في كندا؟ سؤال وجيه جدا. علينا أن نفرق بين الأنظمة والشعوب والجاليات المغتربة. نحن كجاليات مغتربة نتعامل مع الوضع ككنديين من أصول عربية، يهمنا ما يحصل في بلادنا. حزب المحافظين كما أشار أخي حسن هو في معظم أحواله لم يكن حزبا حليفا. أما بالنسبة لحزب المحافظين وعلاقته بالدول العربية فكانت تبنى في معظم الأحيان على المصالح. في أحد الجلسات كان هنالك 3 نواب كنديين وثلاث سفراء وكنت بينهم، كان السفير السعودي الأخير يعني طرح أحد أمام 3 نواب، 2 من الحزب الليبرالي و1 من حزب المحافظين، أن ستيفن هاربر رئيس الوزراء الأسبق كان قد ترجح لإتمام صفقة الأرمر فيكلز مع جنرال سيستمز في لندن أونتاريو والتي قيمتها 15 مليار دولار قبل الانتخابات لأنها قد تسعفه، وقال أن استثمارات السعودية الشركات الكندية في السعودية هي بحدود 60 مليار دولار، أشار إلى SNC لافالان ب 12 مليار دولار وما إلى ذلك. فهم مثلا مع النظام السعودي علاقتهم مميزة على المستوى الاقتصادي. رأينا أن هذا الموضوع كان قد اختلف مع حزب الليبرالي عندما صار هناك خلافا حول حقوق الإنسان وانتقاد كندا لحقوق الإنسان في السعودية، لكن لم نرى أي تراجع في هذه الأمور. مثلا واردات كندا من البترول السعودي زادت بنسبة 10% في 6 أشهر التي تلت الخلافات مع المملكة العربية السعودية. هذا في أحد الإطارات، كان هناك خلاف كبير نشأ أيام حزب المحافظين بين كندا والإمارات العربية المتحدة، فكندا كان لديها قاعدة سرية في الإمارات العربية المتحدة، وعلى خلاف وطأ طيران أبوظبي والاتحاد في كندا أصبح هناك خلاف دبلوماسي طلبت من خلاله الإمارات العربية المتحدة إخفال هذه القاعدة، والتي كانت تكلف كندا حدود 300 مليون دولار. الحزب المحافظين كانت علاقاته مع معظم الدول العربية في اتجاه المصالح واتجاه التجارة، وكانت الشركات الكندية هي التي تحدد الموقف. أريد أن أشير إلى أحد الأشياء السرية التي تلت موقف جو كلارك في العام 1990 الذي كان وعد بنقل السفارة الكندية مثلا من تل أبيب إلى القدس.
بعد 25 عام هنالك بعض الأرشيف الذي أصبح معلنا، كانت الشركات الكندية قد طلبت من جو كلارك أن نقله للسفارة الكندية من تل أبيب إلى القدس قد يكلف الشركات الكندية الكثير في علاقاتهم مع العالم العربي، وطلبوا منه عدم نقل تلك السفارة. هذه أحد الأمور التي لم تكشف في ذلك الحين، وأن جو كلارك غير رأيه كلياً 180 درجة، وكانت فلورا ماكدونالد وزيرة الخارجية معه في ذلك الحين على خلاف معه على غرار نقل، كانت ضد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لكن القرار النهائي جاء للشركات الكندية واللوبي الكندي تبع الشركات بضغطه على حكومة جو كلارك. نحن كجالية عربية هنا، الكثير من أبناء الجالية العربية وبالأخص الذين ينظرون إلى موضوع علاقاتهم مع الأحزاب من منطلق التجارة والبزنس أو التاكسز مثلاً أو الضرائب، هنالك الكثير من أبناء الجالية العربية الذين ينخرطون تحت لواء حزب المحافظين. ما نتوخاه منهم هو أن يكونوا فعالين ومشاركين من داخل حزب المحافظين. كان هنالك رسالة قمت بها إلى مؤتمر حزب المحافظين الذي حصل في هاليفاكس بموقعه في الاتحاد العربي الكندي، لحث مجموعة من الناشطين إلى أن يطرحوا أحد، إلى أن يهاجموا أحد الطروحات الذي كان يعنى ب مثلا علاقات لبنان وكندا. اللوبي الصهيوني في كندا فاعل جدا مع حزب المحافظين، يتبرع بالكثير من الأموال لحزب المحافظين، ولا يمكننا أن نغير هذه المعادلة من الخارج. إذا أردنا أن نغير أي جزء من هذه المعادلة علينا أن نكون فاعلين في هذه الأحزاب. اليوم هنالك سباق على زعامة حزب المحافظين، أغلب أبناء الجالية العربية هم في صف بيتر مكي الذي يعتبر ريد توري أو ما يسمى بالبروغرسيف كونزيرفاتيفز أو المحافظين التقدميين، فيما لو فاز بيتر مكي سيكون علاقته مع أبناء الجالية العربية أفضل بكثير من فوز إيرن أوتول مثلاً، الذي كان للقاء مع مجموعة من أبناء الجالية الفلسطينية على غرار طرحه لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهو ليس ببعيد عن موقف ترامب في معظم الأحيان. أنت دكتور نور تكلمت بعض الشيء عن الانتخابات القادمة اللي هي مفروض كانت الأسبوع الماضي لكن أجلت، اللي هي انتخابات رئاسة الحزب زعامة الحزب. لو نخوض في هذا الموضوع أكثر، المهندس حسن لو تحكي لنا عن الكانديديتس الأربعة المترشحين لهذا المنصب، إذا عندك أي معلومات عنهم شخصياً، مش شخصياً طبعاً، عن سياساتهم وإلى أين سيؤول الحزب مع كل شخص؟ بشكل عام، ما بقول بشكل عام، هنالك أربع مرشحين. نعم. تحدث أخي نور عن اثنين، تحدث عن بيتر مكي وأوتول، وهما المرشحان اللذان هم في المقدمة، يعني الأول والثاني. كما تفضل الدكتور نور، بيتر مكي هو مخضرم، هو كان وزيرا قديما، وهو أتى من حزب التقدمين المحافظين، وحتى كان زعيما لحزب قبل الاندماج، بينما أندرو شير كان هو من الحزب التحالف الكندي. يعني أندرو شير وهاربر من الجناح اليميني في الحزب، بيتر مكي من الجناح اليساري في الحزب.
هنا في إيرين أوتول إلى حد ما من الجناح اليميني، وعندك الأقصر اليمين ديريك سلون وماريلين جلادو. ماريلين جلادو وسلون، ماريلين جلادو أصبحت خارج السباق، هناك السيدة لسلين هي التي من الآن موجودة في السباق. أوكي، ولكن هؤلاء الاثنين الأخيرتين هم من اليمين، وخاصة من اليمين الاجتماعي، كما كنا تذكرون قبل أن يأتي الدكتور نور تحدثنا عن اليمين الاقتصادي واليمين الاجتماعي. هم من اليمين الاجتماعي. بيتر ماكي أعلن أن من كان ينتمي لليمين الاجتماعي ومن كان يدافع عن هذه السياسات لا مكان له في الحزب، وبالتالي مؤيدين سلون عندما ينسحب سلون أو عندما يتم تصفيته لن ينتخبوا بيتر ماكي، لأن هناك نوع من عدم التناسق الأيديولوجي. طريقة التصويت هي أن في ورقة واحدة يضع العضو 4 أسماء، رقم 1، رقم 2، رقم 3، 4. إذا في أول عد للأصوات إذا فاز أحد المرشحين ب 50% وما فوق بالأكثر من 50% من الأصوات يفوز. إذا لم يفز أحد من المرشحين ب 50% وما فوق يعاد العد، وبالتالي ومن غير المتوقع أن يفوز أي من المرشحين الحاليين بأول عد للأصوات، وبالتالي سيتم تصفية الرقم 4. الرقم 4 ستعطى أصواته لمن؟ ستعطى أصواته لمن؟ كل ورقة تقول من اختار مرشحا رقم 2. احتمال كبير أن المرشح رقم 2 في هذه الحالة يكون أوتول أو بيتر ماكي. عندما يتم الفرز إذا فاز أحد المرشحين بخمسين بالمئة ينتهي المؤتمر. إذا لم يفز بخمسين بالمئة سيأتون إلى المرشح الثالث ويكررون التجربة. وبالتالي احتمال كبير أن يكون بيتر، حسب ما المعلومات من داخل الحزب يتوقعون أن يكون بيتر ماكي ينال أكثر أصوات ولكنه لا يحصل على 50%. أوتول يحصل على الرقم 2، طبعا لن يحصل على 50%، سيعاد العد. الذي يراهن عليه فريق أوتول أن المرشحين الضعيفين بما أنهما من اليمين الاجتماعي وبيتر ماكي ربح أو فاز بعدائهم لأنه صرح بشكل علني أن اليمين الاجتماعي لما كان له في الحزب، خاصة أنهم يتهمون أندرو شير أنه خسر الانتخابات بسبب التصاقه بأيديولوجيات اليمين الاجتماعي، وبالتالي أصوات المرشحين اللذين سيخسران احتمال كبير أن يذهبان لأوتول أكثر مما يذهبان لبيتر ماكي. يعني فرص النجاح سيكون إما بيتر ماكي أو أوتول. كما قال نور، بيتر ماكي أكثر ميلا، أكثر أقل يمينية، لا نستطيع أن يقول أكثر يسارا، أقل يمينية من أوتول. وبالنسبة لنا بما أنه يأتي من المحافظين التقدميين من الحزب القديم الذي كان مع موروني، هنالك احتمال أكبر أن يكون هناك نوع من المرونة في التعاون مع شؤون الكنديين الجدد واللاجئين وقضايا التعددية أكثر بكثير من أوتول أو المرشحين الآخرين. طيب. هذا ليس علما دقيقا بقدر ما هو توقعات. اسمحوا لي يعني دكتور نور، بعد تعليقك على ما سمعناه من الأستاذ حسن، أرجو أنه تربط الموضوع. إحنا بنعرف أنه كان في معركة شديدة جدا بين أندرو شير وترودو وقت الانتخابات الفدرالية، والآن يعني موقع الليبرال في البرلمان مش موقع يعني بأغلبية تجعل له استقرار واتزان في وثبات في البرلمان. فلو ربطنا هذا الأمر مع إعدادات واستعدادات حزب المحافظين بعد هذه الانتخابات، وأين يمكن أن تقودهم هذه الاستعدادات والتغييرات إن كانوا أخذوا دروسا وعبرة مما حصل وغيروا بعض التغييرات الداخلية التي قد تقودهم إلى شيء أكثر في موقعهم في البرلمان والحكم؟
طبعا ما قاله الأستاذ حسن بالنسبة للبريفرنشال بالوت أو الترقيم هو الأساس في هذه الانتخابات. هنالك معلومة مهمة جدا، في أحزاب ثانية مثل حزب الخضر الذي سنتكلم عنه الأسبوع المقبل أو حزب الـ NDP، الانتخابات هي one vote، كل شخص one member one vote، يعني صوت كل الواحد هو عضو في يصبح له صوت، وصوته وازن مثل كل أي شخص بأي ليهم إلى أي دائرة انتمى. في حزب المحافظين وفي الحزب الليبرالي كذلك الأمر بالنسبة للسياسة العامة، هنالك وزن للدائرة، كل دائرة لها 100 نقطة، فعندما يحصون الأصوات الانتخابات يحصونهم في كل دائرة على حدة، وكل دائرة لها 100 نقطة. فإذا كان هنالك دائرة في كالجاري سنتر فيها 5000 عضو من المحافظين عندهم 100 نقطة، وفي من الممكن أن يكون هنالك دائرة في كيبك في كيبك هذا فيها 20 عضو عندها 100 نقطة طبعا في نفس الوزن. فمعظم الاستطلاعات التي قرأتها عن موضوع المحافظين وأين هو بيتر مكي وأين هو إيرن أوتول، يقولون أن بيتر مكي لديه 43% مقابل 33% لإيرن أوتول. هذه إحصاءات لا تعني أي شيء على الإطلاق، لأنهم يتطلعون إلى الموضوع كأرقام. من الممكن أن يكون 43% لبيتر مكي قد يصبحون 55% فيما لو وزعناهم على الدوائر بالطريقة الصحيحة، لأن كل دائرة عندها 100 نقطة. هذا بالنسبة لاختيار زعامة الحزب. تاريخيا اليوم نحن لدينا حكومة أقلية، وحكومة الأقلية قد تسقط في البرلمان في أي لحظة من اللحظات. قد لاحظنا منذ يومين أن الحزب الليبرالي كان قد وضع أحد القوانين لم يصوت عليها كل الأحزاب، ولم ينجح ذلك القانون. فيما لو كان ذلك القانون ما يسمى بconfidence vote، والconfidence vote بعض القوانين الذي فيها شأن مالي كبير مثل الموازنة مثلا، أو التعديل على الموازنة، أو ذهاب إلى الحرب أو ما إلى ذلك، قد تكون هي قد يكون هو قانون ثقة. عندما يطرح في البرلمان على الحكومة أن تنجح في ذلك القرار، وإلا قد تسقط. هذا ما حصل مع جو كلارك في العام 79 كما أشار أخي حسن في الحلقة الماضية. ذهب جو كلارك إلى البرلمان ووضع موازنة ولم يراعي الأحزاب الثانية، وهو على ثقة أن الحزب الليبرالي لن يصوت ضده كون الليبراليين ليس لديهم زعيم، فصوتوا ضده وسقطت حكومته، واستدعى الليبراليون زعيمهم المستقيل بيير إليوت ترودو ليخوض الانتخابات على زعامة على رئاسة، يخوض الانتخابات وهو زعيم للحزب ويفوز بحكومة أغلبية في العام 1980. قد يحصل ذلك الشيء في أي لحظة، فيما لو وضع جاستن ترودو رئيس الوزراء الحالي أي مشروع ثقة وهذا المشروع لم ينجح في البرلمان، سيدعو الحاكم العام إلى انتخابات، لأن الحكومة فقدت الثقة، وعلى الأحزاب أن تجند نفسها لخوض الانتخابات. ما يحصل في بعض الأحيان أن حكومة الأقلية أو حكومة الأغلبية مثل جاستن ترودو اليوم قد يسقط حكومته، فيما لو كان وضعه في استطلاعات الرأي أحسن، ويدعو إلى انتخابات على أمل أن يفوز بحكومة أغلبية. وهذا ما هو متوقع من الآن بسبب كورونا. هذا ما حصل مع
السيد جون كريتيان في العام 2000. حزب الألاينس كان برئاسة ستوكويل داي، وعندما انتخب ستوكويل داي لزعامة حزب الألاينس دعا جون كريتيان وهو وعنده حكومة أغلبية، وكان يمكنه أن يبقى في الحكم سنتين إضافيتين، لكنه دعا إلى انتخابات ليمنع زعيم حزب التحالف الكندي ستوكويل داي من أن ينظم صفوفه داخل حزبه وقت الانتخابات، فدعا إلى انتخابات وفاز بأغلبية جديدة في العام 2000 تحمله إلى العام 2004، وفي العام 2003 استقال من زعامة الحزب وانتخب بول مارتن. بول مارتن أكمل الولاية الأغلبية، وبعدها دعا إلى انتخابات فاز بحكومة أقلية. في حكومة الأقلية جاك ليتون كان قد فرض عليه 5.7 مليار دولار لتعود إلى التعليم والبيئة والصحة، فوافق بول مارتن. وفي الانتخابات التي تلت وفي السنة التي بلت الموازنة القادمة طلب نفس الشيء، لم يوافق بول مارتن على أساس أن عنده استطلاعات الرأي تشير إلى أنه قد يفوز في أغلبية، فذهب إلى الانتخابات وجاءت ما يسمى بسبونسرشيب سكاندل، وخسر الانتخابات لمصلحة ستيفن هاربر أول رئيس وزراء من حزب المحافظين الذين اتحدوا في العام 2003، ورأيناه في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء لمدة 9 سنوات. دكتور نور، أي عفوا تفضل أستاذ مهندس حسن. في هذا السياق المتوقع أن الآن كما نعرف بهذه الجائحة التي نحن بها الموجودة على الساحة في الحق الفيدرالي بشكل عام هو جستين تريدو نراه يوميا، المحافظون لا نراهم، طبعا الوضع صعب بالنسبة لهم وخاصة أنهم في حملة انتخابية داخلية. من المتوقع أو على الأقل من غير المستحيل أن يدعو الليبراليون أنفسهم معناهم في السلطة كما تفضل الدكتور نور، أن يدعو هم أنفسهم الليبراليون لانتخابات ليستفيدوا من الشعبية التي يتمتعون بها الآن. تريدو ينفق في هذه الأيام كمن لا يخشى الفقر، يعني يوزع شيكات يمينا ويسارا ومن يرفض المال. لأنه البادجت القادم راح يكون صعب جدا. أيوة. يعني وبالتالي قبل أن ينسى الناس الشيكات التي تلقوها من الحكومة الفيدرالية وقبل أن ينظم المحافظون صفوفهم قد يدعو الليبراليون أنفسهم لانتخابات قائلين للناس أننا بعد هذه الجائحة انتصرنا على الوباء وعلينا الآن نحن الآن بحاجة لحكومة أكثرية ولتفويض متين تفويض قوي لنستطيع أن نضع الاقتصاد البلاد في وضع جيد ونذهب إلى المستقبل بطريقة وواثقين من أنفسنا. نعم. يعني أنا لا أستبعد أن تذهب البلاد إلى انتخابات من الآن إلى 6 أشهر. هذا سيف ذو حدين، لأنه التاريخ يقول أنه إذا لم يذهب الكنديون بنسب عالية إلى الانتخابات يفوز المحافظون. وفي وضع مثل وضع هذه الجائحة قد لا يذهب الكثيرون إلى الانتخابات. هي مخاطرة دكتور نور، ولكن المخاطرة الثانية إذا انتظر، لأنه بمعنى لشدة موزع لكثرة موزعة من المال سيفرق الصندوق عاجلا واجلا وستبدأ أعتقد في صار طيب. أنا تفضل سيد محمد. طيب احنا ننتظر ننتظر الليبراليين وننتظر قرارهم ماذا سيفعلون، هل سيستمرون كما هم حكومة أقلية أم أنهم سيستغلون الفرصة أم أنهم لا يرون أنها فرصة أصلا. ننتظر قرارهم وننتقل لمعرفة العلاقة العربية استراتيجية. ونحن نتكلم مع الدكتور نور، والدكتور نور طبعا هو خبير استراتيجي بالمناسبة،
وهو دكتور لملفات استراتيجية في الجامعة، إضافة لكونه رئيس كاف الاتحاد العربي الفيدرالي وواضع سياسات استراتيجية فيه. هل هناك أي بوادر مصلحة بين العرب والكنديين، المجتمع العربي في كندا وحزب المحافظين؟ هل هناك مغازلات ممكن تحدث بينهما استراتيجيا دكتور نور، أم أننا يعني الأبواب مغلقة وكما يقولون السياسة مصالح، فأين نحن من هذه الاستراتيجية؟ الأبواب ليست مغلقة على أبناء الجالية العربية. هنالك الآن الكثير من أبناء الجالية العربية المنخرطون في حزب المحافظين، وكما أشرت في الحلقة السابقة مثلا أحد النواب من أبناء الجالية العربية سيد زياد أبو الطيف من أدمنتون مانينغ هو أحد العاملين جدا مع السيد بيتر ماكي. هنالك أيضا مجموعات كثيرة في أوتاوا وتورنتو من العاملين جدا من أبناء الجالية العربية في حزب المحافظين. من المهم جدا في كل الأحزاب أن يكون لنا دور لانتخاب الأفضل. في بعض الأحيان قد لا يكون الأفضل، قد يكون الخيار بين سيء وأسوأ، فعلينا أن ندعم ليأتي السيء حتى لا نندم إذا ربح الأسوأ. حزب المحافظين هو أحد الأحزاب الكندية الاثنين الذين تناوبوا على الحكم. مهم جدا لأي استراتيجي ينظر إلى السياسة الكندية أن يضع حزب المحافظين في الحسبان. أنا لم أنتمي يوما إلى حزب المحافظين، لم أكن على غزل مع حزب المحافظين في السياسة في سياساتهم، لكن فتحت أبواب كثيرة على حزب المحافظين لمصلحة أبناء الجالية العربية ولمصلحة أبناء الجالية العربية المنخرطين داخل حزب المحافظين. وعلينا أن نكون فعالين في كل الأحزاب الكندية دون استثناء، كل حسب رغبته، ولكن علينا أن نتنظم داخل تلك الأحزاب، وحزب المحافظين هو من الأحزاب المهمة التي يجب أن يكون لنا دور فاعل فيها. اليوم هنالك اثنين من أبناء الجالية العربية، ألان ريس والاثنان في كيبك من أصول مصرية وزياد أبو الطيف نواب، كان هنالك العديد من المرشحين في الانتخابات الماضية. مثلا كان هناك إيلي تانيس في أوتاوا ساوث هنا، وكان الكثير من أبناء الجالية العربية في ميسيساغا وفي لافال، كان مرشحين أو ثلاثة في لافال. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن أبناء الجالية العربية هم في كل الأحزاب، ومن مصلحتنا كجالية أن نكون فاعلين في كل الأحزاب. أكيد في استراتيجية دكتور عم بتقوموا فيها في الكاف، عم نحكي مع إنكو أكبر المؤسسات الموجودة على العمل السياسي العربي في كندا. هل في استراتيجيات للتعامل مع الحزب ودعم؟ هنالك العديد من الجمعيات العربية التي تنضوي تحت لواء الاتحاد العربي الكندي، والكثيرين الذين لا ينضمون تحت لواء الاتحاد العربي الكندي، الذين يقومون بدور فاعل في العمل وبتنسيق دائم معي أنا شخصيا كوني أرأس الاتحاد العربي الكندي. فمثلا هنالك مؤسسة الأيسي فوت، Arab Canadian Vote في تورنتو، ونائب رئيس الاتحاد العربي الكندي مثلا هو أحد الأشخاص الذين يعملون بجد مع الأيسي فوت، Arab Canadian Vote.
كنت قد قمت بعدة حلقات معهم مثلا، والآن هم فاعلين جدا مثلا في العمل مع بيتر ماكي كمرشح لزعامة حزب المحافظين. هنالك مجموعات من أبناء الجالية اللبنانية في هاليفاكس وفي كالجاري وأدمنتون، ونحن على تواصل معهم، وهم يقومون بعمل وجهد جبار داخل الحزب، حزب المحافظين، للإتيان بزعامة قد تكون أقرب إلى تطلعاتنا. سنكون واقعيين، لن نغير حزب المحافظين، لكننا يمكننا أن نكون القشة التي ستقسم ظهر البعير والتي ستختار زعيما أقرب لنا من زعيم آخر. فمثلا بيتر ماكي هو أقرب لنا من إيرين أوتول. قد تعاملنا مع الاثنين في السابق. تاريخيا والد بيتر ماكي كان عضوا في حزب المحافظين التقدميين البروجريسيف كونزرفاتيفز، وكان نائبا فعالا. فعندما فاز برايان مروني مثلا بزعامة حزب المحافظين، كان قد تخلى عن مقعده في نوفا سكوشيا وأعطاه وفسح المجال للزعيم الجديد مروني الذي لم يكن لديه مقعد ليترشح ويفوز في مقعده العام 83. وبعدها في العام 84 ترشح مروني في كيبك وفاز في أغلبية، وعاد والد بيتر ماكي ليترشح في مقعده الأصلي. وعندما ربح المقعد عين وزيرا. والد بيتر ماكي وفي حديث منذ أشهر قليلة قبل الجائحة كان في اتصال مع الدكتور عاطف قبرصي الذي هو رئيس مجلس أمناء في الاتحاد العربي الكندي، وهو أحد القريبين من أبناء الجالية العربية، ومواقفهم كانت عادلة بالنسبة للقضايا العربية أكثر من الكثيرين من الحزب الليبرالي أو الحزب الديمقراطي الجديد. هذا والد بيتر ماكي، وكان هنالك طرح لتكريم والد بيتر ماكي قبل هذه الجائحة. فمن الممكن جداً أن يكون الزعيم المقبل حزب المحافظين بيتر ماكي مثلا أفضل من غيره بكثير. بالطبع سيكون أفضل من ستيفن هاربر، وقد يكون أفضل من المحافظين الاجتماعيين social conservatives. لدينا الآن مرشحين عن social conservatives، ديريك سلون ولسلين لويس، وبينهما قد يكون هنالك ما يقارب 15% من أصوات حزب المحافظين، وقد يكون وفي حال خسر ديريك سلون في المرحلة الأولى قد يشكل 4 أو 5%، معظم أصواته ستذهب إلى لسلين لويس. ولسلين لويس قد تكون بيضة القبان في هذا السباق، فيما لو وضعت كل أصواتها أو كل الداعمين لها ذهبوا باتجاه أوتول أو مكي. معظم الاستطلاعات تقول أنهم سيذهبون باتجاه أوتول، لكن هنالك كلام داخلي في حزب المحافظين يقول أن كثيرين من السوشيال كونزرفاتيفز قد يرضون ببيتر ماكي لأنه قد يكون المرشح الأفضل الذي سيغلب ترودو في الانتخابات، كون عنده خبرة أكثر من أوتول ووجود حزبي وغير حزبي أكثر من أوتول. وقد أكيد هذا هدف الحزب الأول يعني في كل شيء.
فبعض فممكن لبعض المحافظين الاجتماعيين قد يصوتوا لبيتر ميكي كونه الأفضل لفوز حزب المحافظين في الانتخابات وليس لاقتناعاتهم بسياساته. طيب احنا حناخذ اسئله الجمهور بما انه مش كثير ان شاء الله، لانه معظمها اللي انا اطلعت عليها كلها جاوبناها. في سؤال للمهندس حسن بيحكي عن انضمام كندا او مقعد مجلس الامن، يعني خلينا نكون اكثر واقعيين. السؤال هل انضمام كندا للأمم المتحدة؟ كندا هي عضو في الأمم المتحدة. نعم. ولكن تنافس. نعم. لتحصل على مقعد غير دائم في مجلس الأمن لاستعادته. نعم. زي ما بيحكوا، لأنها فقدته أيام ستيفن هارفورد. هو لم تفقده، أنت يكون دقيقين في التعبير. نعم. هي ليست استعادته، هو في مجلس الأمن كما نعرف 15 عضو، 5 أعضاء دائمين. نعم. وهنالك 10 أعضاء يتم انتخابهم. يعني هو عندما تنتهي دورته ينتخب غيره. هي كندا فيما مضى تاريخيا كانت في فترات معينة عضوا في مجلس الأمن، في عضوا غير دائم في مجلس الأمن، ولكن في زمن ستيفن هاربر ترشحت لتحصل على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وخسرت. والآن تريدو وضع زخما قويا في هذا الموضوع، يريد أن تعود أن تربح كندا عضوية مجلس الأمن، وهنالك نقاش مع دول كثيرة من هذا الموضوع. لا أستطيع أن أتنبأ إن كانت ستفوز أم لا، ولكن بالتأكيد أن حظوظ كندا بزعامة تريدو أكثر بكثير من حظوظ كندا في بزعامة ستيفن هاربر. نعم. يمكنني أن أضيف بعض الشيء. تفضل دكتور. الانتخابات إلى مجلس الأمن هي دورية. هنالك عضوين يتداولون سنويا في بين أوروبا وبين أوروبا وشمال أمريكا، كندا والمكسيك معهم. المطروحين إلى التصويت الآن هم 3 أعضاء: النرويج، إيرلندا وكندا، لاختيار عضوين. في المرة الماضية عندما كان ستيفن هاربر رئيسا للوزراء كانت كندا أحد المرشحين مقابل ألمانيا والبرتغال. أيوة. البرتغال. حصلت البرتغال على مقعد، وفي أحد الأحاديث الجانبية مع السيد رئيس وزراء الأسبق جون كريتيان قال لي التقيت برئيس البرتغال، ورئيس البرتغال قال له لم أصدق أن البرتغال ربحت مقعدا من أمام كندا. فجون كريتيان بنحفته قال له حصلت على ذلك، لم يكن لك أن تحلم بذلك لو كنت أنا رئيس وزراء. بالطبع اليوم الانتخابات إلى مجلس الأمن ستكون في 17 من حزيران، بعد 3 أيام، هي سريعة جدا. وإيرلندا يمكننا أن نقول أنها ضمنت مقعدها، وأن المنافسة هي بين كندا والنرويج. النرويج هي في وضع متقدم جدا على كندا. كانت كندا قد تراجعت كليا، مثلا كانت الأولى في عهد جون كريتيان بجند السلام الذين مساهمة كندا في الجيش الكندي في مهمات السلام العالمي تحت راية الأمم المتحدة والقبعات الزرقاء. تراجعت إلى المركز 65 في عهد ستيفن هاربر. من نمبر 1 إلى 65، هذا مؤشر كبير يقول لنا أننا لماذا خسرنا وضعنا في مجلس الأمن. الجزء الثاني أن منظمة OIC أو الدول الإسلامية والتي فيها 57 عضو، كانت فلسطين نائبة منظمة الـ OIC، وأن معظم
الدول الإسلامية لم تصوت لكندا لموقفها الداعم لإسرائيل، فهذا كان جزء كبير من التصويت في المرة الماضية. الجزء الثالث هو يعود للمساعدات الخارجية. مثلا كندا لديها موازنة ما يقارب 5 مليارات دولار تحت أحد الوزارات التي تساعد الانترناشنال ديفلوبمنت، فتتبرع بالكثير لدول كثيرة بالأخص في الدول الأفريقية. كانت معظم الدول تقارب هذا المضمار من الناتج القومي، تقول نحن نتبرع ب 0.5% من الناتج القومي GDP للانترناشنال ديفلوبمنت او للمساعدات الدولية. النرويج للعشر سنوات الماضية عندها أكثر من 1% من ناتجها القومي للمساعدات الدولية، وهي تساعد الدول الأفريقية بشكل كبير. حاول السيد رئيس وزراء ترودو أن يرفع من مساعداته لبعض الدول الأفريقية، وفي القمة الأفريقية الأخيرة التي حصلت في أثيوبيا كان قد ذهب السيد رئيس الوزراء إلى أثيوبيا مع المينستر أوف سمول بزنس ووزير الهجرة ووزير الخارجية، وحاولوا جاهدين أن يتكلموا مع الدول لمساعدة. هنالك إشارات، فمثلا جنوب أفريقيا هي رئيسة المنظمة الأفريقية في هذه الدورة، انسحب رئيس الوزراء رئيس أفريقيا جنوب أفريقيا، لم يلتقي بالسيد رودو على الهامش وذهب إلى لعمل خاص بجنوب أفريقيا، وهذا دبلوماسيا يعني الكثير أنه لن يعطي للسيد رودو موقفا بأن رئاسة الاتحاد الأفريقي هي بجانبه، وهذا قد ينسحب على بعض الدول الأفريقية. موقف كندا صعب جدا في هذه الانتخابات. كل شيء قد يحصل في لكني أرى من الصعب أن تفوز كندا في مجلس الأمن في هذه الدورة. تسمحوا لي فقط نقطة نظام، لأنه هذا الموضوع خارج عن نقاش حزب المحافظين حتى لا يصبح هناك خلط في كأنه أصبح حزب المحافظين هو صاحب القرار في الحكومة للترشح لمجلس الأمن، وهو من سيقود كندا للفوز في مجلس الأمن. فدعونا نركز على الأسئلة التي تتعلق بحزب المحافظين، وهذه الأسئلة ربما نأتي لها لاحقا في سلسلة الحلقات التي نخوضها. طبعا هذا الإجابة هذه الثنائية، لأنه بعد 3 أيام سيكون الانتخابات في مجلس الأمن، فلنقل أن هذا السؤال استثنائي لهذه الخصوصية. لكن يعني يمكننا أن نقول أنه يمكننا أنه ليس استثنائي كون حزب المحافظين لأول مرة خسر مجلس دور كندا، لأول مرة ترشح كندا إلى مجلس الأمن وخسرت بسبب سياسات حزب المحافظين. جميل. وحتى الصعوبة التي تعانيها كندا الآن في ظل الليبراليين هي إحدى تركات سياسات حزب المحافظين فيما مضى. جميل. قد يستطيعون تخطيها وقد لا يستطيعون. جميل جدا. توفيق مناسب. يعني سؤال ثاني. سؤال ثاني مهندس حسن، احنا حكينا عنه في الحلقة الأولى بس حنعيده سريعا. توزيع الرقعة الجغرافية بين المحافظين والليبراليين، طبعا موضوع أيهما أقوى شعبية هذا بيختلف حسب الانتخابات، كل فترة انتخابية تعتمد، لكن يمكن الرقعة الجغرافية ممكن نقدر نجاوبها أكثر بشكل عام. طبعا الغرب الكندي يميل أكثر إلى حزب المحافظين. الشرق الكندي يميل بشكل عام، طبعا تختلف من فترة إلى أخرى، بشكل عام إلى الليبراليين. الذي يحسم الموقف بشكل عام، أيضا نكرر الكلام بشكل عام،
هي أونتاريو، أونتاريو وكيبيك، لأنهم هو عندهم كيبيك. أقوى. مهندس حسن، كيبيك هي دائما. لا 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 لا، أونتاريو الذي يريد أن يحكم عليه بأصوات أونتاريو، عندها أصوات أكثر بكثير. صحيح. وليست مضمونة دائما، وليست مضمونة دائما. يعني أصوات كيبيك قد يفوز حزب معين، حتى في المحافظين كانوا يفوزون بالسلطة، ولم يكن لهم فترة طويلة لم يكن لهم إلا نائب واحد في 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 كيبيك. المرة الوحيدة التي نال المحافظون أو انتخابات مرتين في ظل براين موروني، عندما أتى بما سماه وقت المخاطرة الجميلة، عندما اتحد مع القوميين الاستقلاليين داخل كيبيك. ولكن بشكل عام المحافظون وضعهم صعب بكيبيك في شكل عام على الصعيد الفيدرالي. ولكن في فترات معينة، عندما يكون مثلا عندما كان النقمة جماهيرية على صعيد كندا ككل على الحزب الليبرالي بعد الفضيحة المالية التي حصلت بعد استفتاء 95، خسروا في أماكن كثيرة، فاز المحافظون، ولكن في كيبيك لم يكن المحافظون، فاز البلوك كيبيكوا، الكتلة الكيبيكية. أتصور أننا أجبنا على السؤال بشكل عام. واضح ياس، واضح. يا هو صعب أكيد في الانتخابات، لكن زي ما حكيت، في سؤال من عمار بحكي: هل هناك مدة معينة لا يستطيع بعدها رئيس الوزراء الاستمرار في الترشح لشغل المنصب؟ أي كم مدة التي يستطيع بها رئيس الوزراء البقاء في هذا المنصب؟ يستطيع. خلينا ندعو الأستاذ عمار يرجع إلى الحلقة الخاصة بالسياسة في كندا، لأنه تم نقاش هذا الكلام، لكن ممكن إشارات سريعة. إشارات سريعة: بإمكانه أن يترشح ويبقى في الحكم ما شاء الناخبون وما شاء رب العالمين. نعم. يعني قانونيا ليس هنالك أي شيء يمنعه. يعني مش زي أمريكا، أمريكا لا، في عندهم قانون الرئاسة طبعا، يعني إحنا بيختلف مدام لسه بترشحت. طيب أنا عندي الأسئلة انتهت. طيب أنا أريد أن أنهي بسؤال بسيط، اللي هو المراجع. مراجع، إذا أراد أحد الإخوة أو بعض الجمهورنا الكرام أنه يعود ويستفيد أكثر عن حزب المحافظين، فبماذا تنصحه دكتور نور؟ بماذا تنصحه قراءة مراجع والرجوع لأي مراجع حول حزب المحافظين؟ يعني حتى في كل السياسة الكندية وكل الأحزاب، إذا أي إنسان أراد أن يتعلم، الأفضل شيء البداية هو مذكرات رؤساء الوزراء. يعني أنا على علم كبير بالسياسة الكندية، لم أكن بهذا العلم أبداً إلا من قراءة مذكرات رؤساء الوزراء. قرأت جون ديفن بيكر وهو محافظ، وقرأت بيرسون ثلاثة أجزاء وهو ليبرالي وكان وزيرا خارجيا من قبل، قرأت مذكرات ترودو الأب، قرأت My Years as Prime Minister لجون كريتيان وستريت فروم ذا هارت. والمهم ان معظم المذكرات لرؤساء الوزراء يتكلمون فيها عن اخصامهم في الاحزاب الاخرى. فقد تعلمت الكثير مثلا عن اخصام الحزب الليبرالي في الحكم من مذكرات جون كريتيان ومن مذكرات بيير إليوت ترودو. وبالعكس تعرفت على الليبراليين أكثر من مذكرات أخصامهم جون ديفن بيكر مثلا. فمذكرات رؤساء الوزراء أنصح بالبداية بها. جميل جميل، ممتاز. في نهاية حلقتنا طبعا، كانت حلقة ثانية من الحديث عن الحزب المحافظين. الأسبوع القادم إن شاء الله حنبدأ بالخضر، حزب الخضر الكندي، فلأنه برضو عنده انتخابات داخلية فحنتكلم عنه، بعدين حنكمل بباقي الأحزاب. في النهاية مهندس حسن، إيش بتحب تحكي للجمهور
إذا أي شيء عندك ما حكينا عنه أو لم نتطرق إليه. لا، بشكل عام تحدثنا عن كل ما نتصور أنه هم المستمعين والمشاهدين، ولكن ملاحظة الدكتور نور تكلم عن ليستر بيرسون فقط معلومة تاريخية، كان وزيرا للخارجية وبعد ذلك كان رئيس الوزراء، ولكن عندما كان وزيرا للخارجية هو الذي تدخل في مسألة حرب نحن نسميها العدوان الثلاثي على مصر، هم يسمونها حرب السويس، هو الذي تدخل لوقف اطلاق النار، وهو الذي ساهم بتأسيس قوات حفظ السلام الدولية القبعات الزرقاء. يعني الدكتور نور تكلم أنه كانت كندا الدور الأول والآن تراجعنا كثيرا الوراء، مع أنها هي إرث كندي. فإذا لذلك علينا أن نعرف تاريخنا بشكل جيد، ويعطينا فكرة جيدة عن سياسات الأحزاب بشكل عام. وأهم شيء نحن في بلد ديمقراطي ومسرورون ويجب أن نستفيد من هذه الديمقراطية، ولكن الديمقراطية بدون حرية لا تساوي شيء، والديمقراطية والحرية بدون معرفة كذلك لا تساوي شيء. لذلك علينا أن نتعلم لنعرف كيف نمارس حقوقنا وواجباتنا الديمقراطية. وشكرا للجميع على صبرهم وإصغائهم. شكرا لك دكتور نور. مرة أخرى أشكرك دكتور جمال وأخي محمد ومهندس حسن، مهم جدا لأبناء الجالية العربية الاطلاع بالسياسة الكندية والانخراط فيها. في الأسبوع المقبل سنتكلم عن حزب الخضر. حزب الخضر أقفل أبواب الترشيح ورسيت الآن على 10 مرشحين، بينهم سيدة من أصول عربية سورية محامية السيدة مريم حداد مونتريال، وأيضا أحد المرشحين الذين دعموا قضايا الجالية العربية وبالأخص قضية فلسطين وفازوا بالكثير بأكثر من كورت كيس أو قرار قضية قضائية في ضد بناي بريث وأعضاء اللوبي الصهيوني هو السيد ديمتري لاسكاريس. سنتكلم عن معظم المرشحين في المرة المقبلة، بس هاي دي بيقولوا تيزر للي يحضروا الحلقة المرة المقبلة، نبحثوا عن المرشحين العشرة ونحن ننتظر أسئلتكم. يعني زي ما قال الدكتور نور، مرشحة من جماعتنا ومرشح صهرنا. هنتكلم عن هذا الموضوع. طيب أنا أشكر بداية دكتور نور والأستاذ حسن غية على ما يتحفيان به دائما من معلومات، والحقيقة لو جلست ساعات لا أمل ولا أشبع من ما يطرحانه وأسلوب بهما في طرح المعلومة. اليوم إحنا وهذه الليلة نقفل ملف الدراسة لحزب المحافظين، لكن هذا الحزب لا يمكن أن يقفل ملفه على الواقع الكندي، سيبقى مفتوحا ويعمل، وقوة الحزب تستدعي التعلم والتفاعل والاهتمام كثيرا، لأنه حزب فاعل بقوة على الساحة الكندية. فدراستنا لهذا الحزب في هذه الليلة انتهت حتى ننتقل لأحزاب أخرى، ولكنها يفترض أن تستمر بالتفاعل والاهتمام من الجميع. فأعود وأشكر دكتور نور والأستاذ حسن على يعني معلوماتهم الزاخرة والرائعة والمفيدة، وإن شاء الله تكون يعني هي ملهمة للجميع ممن يتابعونا وممن سيراجعون هذه الحلقات ويستفيدوا منها لاحقا. طبعا أنا بس حاب أذكر أنه هاي الحلقات، لأنه في سؤال إمتى بتصير، كل يوم أحد الساعة 9 مساء، كل يوم أحد الساعة 9 مساء بنفس الموعد تابعونا. غدا إن شاء الله حيكون عندنا حلقتين اللي هو يوم الاثنين، الحلقة الأولى الساعة 7 راح تكون عن التطوع مع إكرام، والساعة 9 عن الفولكلور الكردي والثقافة الكردية. فكونوا معنا في حلقة متميزة. بنقول لكم الآن تصبحوا على خير، وإن شاء الله نراكم في كل أسبوع بحال
أفضل، وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير، وشكرا جميلا جزيلا للجميع.